أما هلأ ليه بننتقل لمادتنا على التالية، وبنعرف قديش يمكن الناس اليوم عم تخاف من كتير فيروسات وأوبئة عم تنتشر، وأخيراً الكوليرا. كل الناس عم تحاول تاخذ الاحتياطات اللازمة، كيف يمكن عم تقدر تنظف وتغسل الخضرة للقضاء على أساساً البكتيريا الأساسية المؤدية للمرض. كل هالتفاصيل رح نحكي عنها مع الصيدلانية رشا الموسى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحك حبيبتي وصباح الأخبارية السورية. هلا طبعا مثل ما قلتي مرض الكوليرا انتشر وخاصة بسوريا. مرض الكوليرا هو مرض بكتيري مسؤول عنه جرثومة اسمها الفيبروريو كوليرا، يعني من اسمها. هي الفيروس، هي الجرثومة عفوا، تنتقل عن طريق الفم حصرا، عن طريق اما طعام او شراب، مياه ملوثة، شراب، عصائر، أطعمة، كل شيء تلوث بتنتقل فيه عن طريق الفم. بتتشبث هي، بتنتقل على الامعاء الدقيقه وبتتمركز هناك، بتفرز عنا شيء اسمه الزيفانات. هي الزيفانات اللي هي السموم، هي السموم هي مسؤوله عن اعراض الكوليرا. هلا كمان الكوليرا بزيها شوي ما يهمك، لكن اليوم كل التركيز عم يكون من قبل الناس كلها على التعقيم، على يا رب تفضلي على التعقيم، على نحن انه نحمي اولادنا مع بدايه المدارس، ناكل من البيت، نبعد عن الاكل خارج البيت لحتى ما ينتقل لا كوليرا ولا اي مرض ولا اي جرثومه لاطفالنا ولا الكبار ايضا. لكن خلينا هيك نحكي ونتابع حديثنا معك، يعني كيفية انتشار الكوليرا؟ تمام. كيف انتشار الكوليرا عم تكون عن طريق قلة النظافة. هلأ الكوليرا هي بتنتقل مثل ما قلنا عن طريق الفم أو عن الطريق الفموي البرازي. يعني عن طريق البراز، يعني إذا شخص كان داخل على الحمام وما غسل إيده منيح، أو شخص استخدم الحمامات العامة بدون ما ينظف إيديه كتير منيح، شخص مثل ما قلنا أنه تناول خضروات أو أطعمة مش مغسولة صح. تمام، مو مغسولة صح. وهلأ خاصة أنه من بالخضروات بنحط مادة برمنجنات البوتاسيوم، وبننقعها لمدة 10 دقائق، عم تقضي على الكوليرا بشكل كتير جيد. طبعا هلأ الأعراض عنا، أول ما الكوليرا تدخل عنا على الجسم عم بيصير عنا إسهال مفاجئ. طبعا هذا الإسهال عم بيكون باهت، قوامه حليبي، بيشبه مية الرز. هذا الإسهال الفجأة، بس صارت عنا هاي الأعراض لازم نحن نلحق الكوليرا بأول الأعراض تبعها، يعني أول ما صار عنا الإسهال، لأنه إذا تطور هالإسهال لجفاف بصير هون مميت للأسف. هاي نقطة كتير أساسية، يعني ولما عم نحكي عن حالات مع دكاترة سابقين يمكن برحلتنا الصباحية، إنه أغلب الحالات عم تجي بمرحلة متأخرة. هي أهمية يمكن بداية هي الأعراض، الانتباه لهي الأعراض اللي ذكرتيها، للتوجه للطبيب، لأنه بيتم عملية الشفاء بشكل كامل مثله مثل أي مرض. تماماً. هلأ العلاج المبكر دائماً بأي مرض، العلاج المبكر هو الأساسي. لأنه نحن وقت عم نصير لمرحلة الجفاف عم يصير عنا جفاف بالفم، جفاف بالجلد، يعني حتى المريض إذا انقرص بيرجع الجلد لمكانه الطبيعي ببطء، مو مثل أي حدا أنه دغري بيرجع للمكان، لا. بيصير في عنا كمان انخفاض ضغط، بيصير في عنا اضطرابات بضربات القلب، لأنه هو الجفاف مو بس عم يسبب لنا نقص بالماء، هو نقص بالسوائل وبالشوارد. الشوارد صحيح. وأهم شيء الشوارد بالجسم. هلأ نحن منعالج هالقصص هاي، وخاصة أنه الإسهال ببدايته منعالجه بمحلول الإيماها. في عنا محلول إيماها فموي بنحضره بالبيت، وفي محلول إيماها وريدي، وكمان أيضا الصدات الحيوية بالمراحل الأخيرة مثل التتراسايكلينات. هلأ محلول الإيماها يلي ما عنده أمراض، بيكون مثلا ضغط، سكري، اي مرض ثاني، بنحط نص معلقه ملح الطعام مع صغيره، طبعا نص معلقه 2.5 جرام، مع 6 معالق صغار من سكر كمان الطعام بيكونوا 30 جرام، بنحلهم بلتر مي وبنشرب كميه سوائل تتناسب مع الكميه اللي عم تنطرح من جسمنا. تماما. يعني كمان هيك خلينا نضوي على فكرة حماية أطفالنا من نقل الفيروس، من يمكن الإصابة فيه. هل الأطفال أكثر عرضة ولا أقل عرضة؟ وكيف فينا نحن هيك، يعني شفنا كورونا كنا نحط كمامة، نعلمهم على التعقيم، اليوم دورنا دور المدرسة بحملات التوعية كيف لازم تكون لدى الأطفال؟
تماما. هلا الاطفال او الكبار كلياتهم معرضين، لانه هذا وباء بينتشر عن طريق الفم. هلا بيختلف عن كورونا، كورونا كان مثلا عن طريق النفس، لمس اشياء، هون لا، هون بس عن طريق التناول. فنحن اهم شيء لازم نتاكد من مصدر المي اللي عم نشربه، وما نتناول مكعبات الثلج اللي جاهزه مثلا، مثل ما في معامل ثلج انه بنروح نشتري ثلج جاهز، هذا كثير عم ينقل لنا الكوليرا للاسف. نفس الشيء الفواكه، الخضره، ما ناكل اكل جاهز، حتى عن طريق الاسماك النيه كمان مثل السوشي كمان عم يعمل لنا مرض الكوليرا. نبتعد عن الاماكن الموبوءه، او مثلا اذا كنا ساكنين الاطفال بياكلوا اساسا حلويات او اشياء مكشوفه، كثير مهم كمان بهي المرحله يعني تدقيق هاي التفاصيل حتى. تماما مثل ما قلتي حضرتك، انه نحن لازم كمان ننتبه انه ما ناكل اكلات مكشوفه، اكلات فيها جراثيم، هي في كلها جوال كثير معباله. تماما. واهم شيء كمان حتى اذا استخدمنا دورات المياه العامه انه نغسل ايدينا كثير منيح ونتجنبها اصلا، يعني خلص انه نحاول انه نبعد عنه. هي لانه مثل ما قلت لك عن طريق الفموي البرازي بتنتقل. طب يمكن بنقول نحن الوقاية خير من قنطار علاج، هي أهم شيء. نحن عملنا يمكن عبر رحلاتنا الصباحية حملات توعية واسعة وقت تم انتشار فيروس كورونا. اليوم كثير عم ندقق على أهمية الوقاية، يعني قديش مهم اليوم نحن لما نكون برا بس نرجع على البيت نغسل ننظف. يعني سابقا كانت تقول لازم تغسل ايديك بالصابون مش أقل من 30 ثانية. اليوم لما نحكي عن بكتيريا الجرثومة للكوليرا، قديش يعني مثلا مو قبل ايدي بالمي بتلاقي العالم مستعجله وتغسل؟ هي نقطه كثير مهمه، خلينا نركز عليها. تماما. حتى الاولاد، يعني انا بعتقد هنا الخوف من انتشارها بسبب هلا مع بدايه العام الدراسي. صح. بالمدارس ممكن ينتقل، لعب الولد صغير ممكن ينعدي الصف. فقديش هي التفاصيل مهمه، لو الناس بتقلك انه لا انا بنظف ابني منيح بخليه يغسل، بس هي تفاصيل جدا مهمه نحكي عنها. صح مثل ما قلتي، لانه الأطفال بيطعموا من بعض هو عن طريق الفم وما بيكونوا مغسلين منيح، فهون واجب الأهل والمدرسة كمان. مو بس واجب الأهل، يعني كمان لازم الأنسات الموجهات كلياتهم يكونوا دايرين بالهم، يهتموا بنظافة الأطفال، يتأكدوا إنه هذا الطفل غسل إيديه لما أكل قبل ما يأكل بيغسل. قديش 30 ثانية فينا نقول يغسل إيديه؟ من 15 ل 30 ثانية مثل وقت الكورونا. نفس الشيء وقت قالوا لنا انه بنغسل لمده 30، نفس الشيء هون كمان بنضل عم نغسل، ومو بس بالماء، بالماء والصابون. ما تواجد فينا نحط معقمات. اذا البخاخ كحول معك ممكن كمان. كمان بيفيد، لانه هي بالنهايه جرثومه. هلا بس في معلومه صغيره كمان في العالم غفلانين عنها، انه يلي عم يتناولوا مضادات حموضه كمان هن عرضه للاصابه بالكوليرا. ليه؟ لانه عندنا الحمض المعدي هو بيقتل الكوليرا. فنحن لما عم ناخذ المضادات الحموضه عم يخف عنا حمض المعدي، فبالتالي عم يخفف فعاليته. تماما. عم تخفف الحمض المعدي، فبتصير الكوليرا دخولها للامعاء اسرع بشكل سريع. تمام. فلهيك حتى الاطفال والكبار بالعمر بيكون عندهم الحمض المعدي اقل. فلهيك لازم ندير بالنا. نعم. يعني خلينا نرجع لطرق التعقيم، وخاصة الخضار والفواكه، وخاصة يمكن الخضار يلي بتحوي أوراق خضراء، بقدونس، جرجير، يعني زعتر أخضر. خلينا نحكي عن طرق تعقيمها. هلأ كتير من السيدات ممكن تنقع، ممكن تحف بصابون الجلي، ممكن ملح، ممكن خل، ممكن يعني انواع عديده من الصيدليه نحن نجيب. وهي هل بتخف فوائد التغذيه او الفوائد الغذائيه لدى الخضار والفواكه اذا نقعنا كثير، اذا ما فضيناها منيح؟ هل عن جد في مواد ما بتقتل البكتيريا، بيكون نحن بس عم نضر جسمنا، ممكن تاذينا يعني اذا ضلت معلقه على بعض الخضار والفواكه؟ صح معك حق. هلا مثل ما قلتي، الملح والخل سواء حتى كان من ايام زمان بيستخدموه للتعقيم. فنحن وقت ننقع الخل طبعا نحن اصلا بنتناوله، فهو اكيد ما راح يضر جسمنا ولا بيضر حتى الخضار او الفواكه اللي عم تنغسل فيه. وتكون اهم شيء مده النقع ما بتتجاوز 10 دقائق لربع ساعه. بس صارت هالمده بنغسل نحن بشكل جيد مشان ما يضل اي شيء على الان، وحتى لو كان في شيء على الان ضمن الملح او الخل فهو شيء ما له ضرر. طيب وقديش غلط انه نحن مثلا نجيب الخضرة والفواكه ونحطهم بكياسهم بالبراد يلي هو ممكن فيه أكل شي مكشوف، شي ممكن ينتقل، شي ممكن معلق على الكيس أو على الخضار والفواكه، وبنفس الوقت إذا غسلتيهم رح ينتزعوا بالبراد، فشو الحل؟ صح. هلا لأنه أحياناً نحن عم نرش المحاصيل بمي بتكون ملوثة بالكوليرا، والملح والخل بيهري يعني. تماماً.
هلا مثل ما قلت لك عم نرش في مناطق بتنرش فيها يعني مثل ما بيقولوا الري بتكون المياه ملوثه فبتنتقل الجرثومه على الخضار والفواكه حطيناها بالبراد بلا غسيل انتقلت مثل ما قلتي هي بتضل عايشه وقت طويل بتضل عايشه منيح أوكي. تمام ممكن تنتقل لمادة تانية وناكلها فلا لازم نحن اول ما نجيب الخضره والفواكه بننقعهم لمده 10 دقائق منغسلهم منجففهم ومنحطهم بالبراد طيب خلينا نذكر عن جديد معك رشا كيف ننقع الماء يعني في اختلاف انه الخل او الملح او شو هي المواد الاساسيه اللي ممكن تقتل هي الجرثومه يعني في اراء متعدده ومختلفه كثير من الناس مثلا بالبيت بتقلك انا ما فيني يعني غير من خلال مثلا حط المواد الموجوده عندي لنظف حتى سائل الجلي يعني فيني كمان حط منه شوي بالماء لتقتل هي الجرثومه لا سائل الجلي اكيد كثير مضر لجهازنا الهضمي اكيد كثير غلط انه ننقع فيه الخضره او الفواكه اذا بدنا ننقع بالملح والخل او برمنجانات البوتاسيوم او غسلناها ليفناهم فيها لا نحن اذا كثير بدك تليفي او شيء لا بنقشر الفواكه تقشير فهون ساعتها يفضل التقشير او اما مثل ما قلت لك ملح وخل او برمنجانات البوتاسيوم اللي هي موجوده بالصيدليات نحن بنتمنى اكيد الصحه والسلامه والله يبعد كل الامراض عن كل الناس شكرا كثير لك رشا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها ونهارك سعيد شكرا لكم والاخباريه السوريه شكرا لك الصيدلانيه رشا الموسى اكيد نتمنى الصحه والسلامه لكل الناس وعلى كل الناس مثل ما قلنا هي شويه وقايه فينا نتجنب هيدا الجرثومه وهيدا المرض شكرا كثير لك اهلا وسهلا فيك.